سي مختار ذويب مرحبا بك، اذا كان في الاستماع ان شاء الله يكون يسمع فينا في الحصة. رجعنا مع انطلاق سهرتنا حتى للسبعة الثمانية متاع الليل في حديث النجوم ونجم السهرة الليلة، اللاعب السابق وكابتن السابق للنادي النادي الرياضي الصفاقسي، وكذلك المنتخب الوطني سابق ل 78 الملك نخلي نقوله الرواق الأيمن مدافع الأيمن رقم 2 الذهبي للمنتخب الوطني. إذا كان يسمع فيه سي مختار مرحبا به من جديد. أهلا وسهلا يا عايشك سي مختار. رحنا توا في 72 73 حكينا على الكوب وحكينا قلنا الستاد سوسيان وقت هذيك الدور 16 ترشحت عليه 2-1 من السي اس اس، باش نحكي كذلك نلقاوك مباشرة في المنتخب الوطني يا سي مختار. اي نعم. كأس نعم. كأس فلسطين 73 اش يذكرك؟ سنة 73 وكانت أول مقابلة معناتها ضد البرازيل في صمت الأكابر. يا ودي كيفاش هذوما يعلموا فيك ديريكت هكا مواجهة؟ اه بالطبيعة التاريخ هذا ما تنساش، وصدقني أحلى ذكريات وقتها، وكان حارس عتوقة فهمت، ومن بعد عودوا غاز الإمام أيوة فهمني، ونهزمنا 4-1 والهدف سجلوا محدين عبيطة. إي كمل التشكيلة على اليمين شكون لعب؟ والله طيب شويه مختار ايش تسمع ابراهيم الو ايوه على اليمين الحارس مرمى عتوقة، على اليمين الزيتوني، على اليسار الملقي رتيمة ومختار دويد. عندي رتيمة ما لعبش ولا رتيمة ما لعبش رتيمة ما لعبش رتيمة عندي القاسمي صحيح خويا صديقي القاسمي ايه الحيوه ايوه خالد انا والقاسمي. بالمناسبه كنت انا وياه في اجتماع اعلام قدماء اللاعبين الدوليين بخير، هو ان شاء الله يكون في تونس يعيشك. لا خير التقيت انا وياه معناتها منذ يومين معناتها في تونس باهي على الاقل هاو خبير باهي على الاقل لا 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 في الوسط الحمد لله في الوسط الميدان شكون قدامكم؟ والله يخلوه معناتها ثم سي مختار قرب شويه للتليفون باش يكون الصوت واضح للساده المستمعين معذرة لي والله شوف اي باهي سيبو ايوه في الوسط بعد عبستان عظومة اي لا اله الا الله عبد السلام شمام شكون عبد السلام شمام اي عوضوا شيشه وقتها اي 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 شيشه السبع الحيه السبع الحيه بحذاك السبع الحيه تميم هذا اي هكا ولا ايوه وعوضوا القروي وعلي عوضوا القروي صحيح اي شكروا محدين عبيطه محدين وشكروا محدين وشكروا عندنا عتوقه وعود الغازي الزيتوني المالكي القاسمي ذويب وبزداح تميم وعود القروي شمام وعود الشيشه محدين عظومه وشقرون. المدرب شكون اللي خطفك قلت لي عليها قبيله من منتخب الكابر هو المدرب عمر حيزم نحيوه ان شاء الله هذا الاسم بالمناسبه تحيه من الاعماق وفضل وكون اجيال واجيال واجيال في عمر حيزم سي مختار احنا نحكي المجموعه نتاع 73 كاس فلسطين من السي اس اس شكون عندنا اللي جانا مختار ذوي كاس فلسطين من احسن معناتها ذكريات حاجه اللي انجزناها وكانت تاريخ كبير ياسر وكان استقبلنا غديك شخص معناتها من عائلة بوشماوي مقاوم فرح بينا وقام بالواجب وعملنا على استقبلنا في الفندق وعملنا على شرفنا حقيقة قاموا بواجب كبير 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 اللي هو سي رشيد بوشماوي ان شاء الله يكون في الاستباع نسلموا عليه ان شاء الله في الحيو الى جانب مختار في الرجوع ايوه ايه وفي الرجوع استقبلنا سياده الرئيس الحبيب بورقيبه معك عملنا فتوح وقصر قرطاج. هات ناخذوا نذكروا بالاسماء احنا من خلالك انت الى جانب مختار الذويب نقوى المرحوم محمد علي عقيد من سي اس اس. من الاطوال شكون عندك من الاطوال؟ لا يعطيني عندك جوال 2 3 4 من الاطوال. نتذكر. اي عندنا راوي بن عزيزه. اي سلاح القروي. اي العامري مالكي. اي نعم محمد الزواوي ايه ملكليب عطوقة عطوقة الزيتوني عبد الرحمن الناصري والاخويني الزيتوني ايه ايه منصف ايه مستاد نجيب حليم
اي الله يرحمه. نعم. وبزاح كيف كيف رحمه عليه. عظيم بزاح. ونور الدين بن عارفه. اي اي الملعب التونسي كان. الرنوي. اي. شقرون المعلم. حفوظ. المعلم شقرون معه رضا اللوز. رضا اللوز صحيح. ويوسف الجربي. يوسف ها ها مسي بي صديقك مختار خالد القاسمي كنا نحكيوا عليه. اي مزيان خالد. من مرسى عبد السلام شمام المرحوم. صحيح. وبيلي العرب موحى مسيوتي. محمد. ايوه هات نذكروا بعجاله فقط لعبتوا تونس مع تونس وسوريا ربحتوها 4-1. صحيح. ثلاثه بونتو منهم المحدين وبونتو العقيد. تونس ومصر ربحتوا ربحنا 1-0 محدين. نعم. تونس مع اليمن 2-2 دوبلير شقرون. تونس وفلسطين 6-2 منهم ثلاثة عندنا ثلاثة العقيد وزوز الشقرون وعندنا محدين هدف وعندنا تونس العراق 2-2 ثنائية شقرون وتونس سوريا 4-0. ما شاء الله. اي سي مختار احنا تو رجعنا شويه للذكريات. احنا رجعنا للذكريات اخويا مختار معنا تليفون اذا كان ناخذوه تليفون اذا كان خذ راه قول الو. الو او معك او معك سي مختار. الو عسلامة سي مختار. عسلامة سيدي شنو احوالك؟ الحمد لله معك شو كذا خالي من جندوبه. نتشرف اخويا عزيز. هاكا رحله من الشمال للجنوب سي مختار. اي تحيه خاصه لاهل جندوبه بارك الله فيك. او معاك كل سلمى عليك يا سيدي. بارك الله فيك. مشكور فيك. غفر لاهل جندوبه. عام 78. اي. صغير انا من القرف الثاني تقريبا ابتدائي وما نعرفوا شويه الكوره نفرحوا كيف مركبون ثم ما نفهموش في الكوره. نحب نحكي شويه مع سي مختار. وقتها وقت 78 وقت مشينا لكاس العالم وقت الواحد يكبر شوي وكورت شوي في جندوبه ولينا في اصناف الشبان ولا نلفوا في التكتيك وفي التحضير البدني والذهني. سي مختار نحب نقول لك اللي يمكن الفضل للي صار وقت ذاك سي عبد المجيد الشتاي. صحيح صحيح. نعم سي عبد المجيد الشتالي كان يعتمد الكره العصريه اللي هي تو 50 سنه تالي هو اعتمدها تو معناها الملعب هنا يعرف فيها تو اللي هي الازهر اللي هي وقتها انت وفي علي الكعبي. نعم كعبي سجلنا زوج ظاهرين في كاس العالم. اي خاصه انت كنت تهبط ياسر خاطر اللياقه البدنيه تسمح لك باش تمشي وترجع. واكبر دليل انه البونت وين تمركز ضد المكسيك من تالي خدمه صحيح اللي شاف فيها تو. اي فاش اللي معناها سي عبد المجيد وقتها سابق عصر في التكتيك خاصة. حقيقة كلامك كله تشاهد كله 100% صحيح. سي عبد المجيد الشتالي معناتها أسطورة. سي عبد المجيد الشتالي سابق عصره. أول حاجة معناتها ارتكزنا عليها هما زوز مدافعين في كأس العالم اللي هو علي الكعبي ومختار حميد اللي ما كناش قبل في قرارة أنفسنا وفي الرياضة في الواحد مدافع ما يلزمكش تفوت النص الميدان. لا ما يلزمك لا وقت جاء الشتالي حرر المدافعين واعطانا طريقه معناتها اللي هي عصريه وحديثه جدا نهاجموا ونشاركوا مع الهجوم مع معناتها الدفاع الصبغه الدفاعيه. هذا دل على شيء مقابله المكسيك اللي فزنا عليها 3-1 زوز مدافعين هم اللي سجلوا نجيب غميض اللي هو سجل الهدف. هو صحيح هو كان عنده فريق معناه فريق الاحلام سموه. نلقوا فيها عطوقه والنيلي ومختار وكعب تميم وزريب والعقل وخاصه تميم وطارق والمرحوم الله يرحمه الساحر حمد العقل. يعني انا حسب رايي سي مختار وسي ابراهيم النسخه ذيك اللي كانت جت تو كاس العالم 2018 حسب رايي بكل تواضع نقول ثم تراجع معناها المستوى تراجع حتى في كاس العالم ما شفناش معناها الجمعيات الكبار طاحوا ايطاليا ما فماش المانيا تراجعت حتى فرنسا فازت كاس العالم ماهوش مستوى عالي عالي البرازيل الارجنتين اللي كانت ديما هي تلعب الدور الاولى
انا نصور حسب رأي النسخة ذيك تاع 78 كان جت 2018 وهي لتو نصورها ربع نهائي نصف نهائي. يا سي شكري تو اخويا انت في احنا في حضرة مختار تقريبا مش نعملوا حصة تو مع سي مختار مش نعمل ثلاثة ولا اربع حصص يظهر لي ابراهيم. ايوه بارك الله فيك على الفرصة دي. مرحبا بك. شرف كبير انسان متواضع كبير نحكي مع سي مختار. خويا احنا احنا هو خويا معناها ان نشكروه على رحابه صدره وتعرف مختارها باش نقرا لك التحيه من خلالك انت يا خويا. شكرا حي كل مستمعينا في الشمال الغربي وكل من يحب مختار ذويب الليله وسهرتنا النجم نتاعنا واحنا تحت حضرته. شكرا لك يا خويا شكري على المداخله. ترى شوف باش ناخذ مكالمه اخرى سي مختار اذا كان موجوده حاضره مصريه. قول الو. ترى الو يا الو. مرحبا يا خويا مختار. اهلا وسهلا تحياتي. مرحبا بك وبارك الله في سي ابراهيم وفي البرنامج هذايا اللي نتبعوا فيه ديما. خويا مختار من بعد انت ما عقلتنيش مش مشكل تو عقلتني. لا 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 عقلت عقلت الصوت وكيفاش يا معلم. عايشك يا مختار عايشك. عايشك. نقول اخ وصديق وما قد ما نحكي قد ما نحكي. ترى حاول عاود نطلبوا زملاء في الامور التقنيه حاولوا يخلوا انا نسمع فيك تو. يسمع فيك تفضل تفضل سي مختار. هاي خميس اخونا خميس الدريدي شو يقول لك مثل اعلى صديق الملايين حبيب القدماء اللاعبين الصدر الحليم اللاعب اللي وقت لقاه في ازماته خميس الدريدي محب الالوان الكل الرياضيين الكل بجميع اسرانه كل معطاء للرياضه التونسيه خميس البريدي هو الذاكرة والله نفتخر بيك يا اخويا عايزك وانا كلمة واحدة هذه شهادة مش كان مني هذا هذه شهادة من قدماء اللاعبين الدوليين والتوانسة الكل يعترفوا ما قدموا للرياضة التونسية خميس البريدي ربي يحفظه ان شاء الله. يعيشك خويا مختار بارك الله فيك هذا من حسن اخلاقك. انا جيت باش نقول ما حبيتش مش نحكي على مختار اللاعب اللي تبارك الله الناس الكل تعرفه. انا باش نحكي على مختار الانسان. انا عرفت سي مختار ويتفكر عام 77 انا كنت نلعب كهاوي في موناكو والفريق القومي جاء تبارك الله بالكل مجيد الله يذكره بالخير باش يحضروا لهنا. كانت الامور صعيبه برشا وبرشا ما يعرفوش هذوك تبارك الله الجهد والكل. انا قمت بالواجب اللي نجمت وقتها نعمله وقعدنا اصحاب شوف 45 سنه تو ما شاء الله. ما شاء الله وبالزاف نلقى خويا مختار تبارك الله قلب كبير ما عندكمش فكره ما ثماش لاعبي في هو من صفاقس يقول لي من اخذنا مره يقول لي روح الله يرحمه عزيز مزداح مريض نهبط انا من هنا واللي نجمنا جبنا الدواء والله بارك الله في نتاعنا زياد الخمساني كنت تفكر في مختار اي مالك ايش يعني بارك عبد الله الله يرحمه ومشى ومساكن اللي يقولوا لي سبتوا لي قدموا لتونس. انا بالنسبه لي انا الناس هذوما جنود عندي انا كما الجندي وقت اللي يقدم معناها روحه باش يعاون باش يدافع على بلاده ومن بعد يمرض ولا يتضرب لازم يوقفوا معاه واللاعبيه عندي انا كيف كيف هذاك علاش انا دوكم هو يعرف الكل مخياني واليوم كان خويا مختار السيد قساسي عمل 77 سنه وكلمته قبيلك وفرحان. بالله بعث لي الرقم نتاعه ما نحشمش يقول على التوقع هو يعرف ملي كتبته وكان برشا وقلت له كيف ما عرفت تونس بعد حتى على طول نكلمه ان شاء الله. ايوه عايش كان عندكش النمره تاع نبعثوا لك خويا مختار. بعثوا لي بالله يا حيك كلمتني دوك العقل نعم برشا سي ابراهيم خاطر كل جمعه انا نسمع حتى اللي ما خلطتش عليهم لاعبين نسمع نقول شو الناس شو كيفاش كانت كورتنا والكل وفريمون ميرسي خويا مختار اللي تعمل فيه الكل نعرف قاعد وقت معايا على خونا انتيما نعرف قاعد وقت معايا وكل ان شاء الله نوصلوا ربي ياخذ
ويجي الكل الطبيه والسبيطار معنا لازم نقوموا بالواجب معاه ما ثم حتى مشكل. يعيشك وبارك الله فيك سي ابراهيم اللي منحتني الفرصه باش نكلم خويا مختار. سي ابراهيم سي ابراهيم ايوه والله ما تصورش الحصه نتاعك قداش نورتنا وقداش معناتها جبت لنا اعز انسان اللي هو معناتها باسمي وباسم الخاص وباسم قدماء لاعبين الدوليين وقدماء لاعبي الكل اعتراف بالجميل السيد هذا قداش اعطاه من وقته وقداش جاب الدوائر قداش عمل خير في لاعبي يخدم قداش مد اليد المساعده هذا هو خبير الدريد اللي خدمه نحكي عليه والله ما نجم حصه كامله وما نجمش لكن نقول له ربي يجازيه خير ان شاء الله. نعم شكرا لك سي خميس احنا سعداء باش تكون صوتك يا خويا ونشكروك زاده مره اخرى مش على حتى على الهواء يا خويا تستاهل كل خير وربي يعطيك الصحه ويعطيك الوقت الطيب. سي مختار معنا كذلك مكالمه اخرى شكون نقول الو تنجم ناخذه تفضل قول الو ترى. الو يا مرحبتين سي مختار اهلا خويا العزيز يا حوالك ما خليك قريب من جزاني يا بابا يا اخويا نتشرفوا بيك يعيشك ربي يحفظك ان شاء الله وبيك يا بكره بالله يا سي مختار اول هدف ماركيته نتذكر فيه زيتو في كاس الارجنتين اي جيت وصفوا لي صح نعم نوصف لك الحكايه الكوره خرجت تماس توش احنا نقولوا ايوه تنين يعمل التوش يعطيها الغميد غميض معناتها يهز راسه ويحط لي الكره في مساحه معناتها وجها لوجه معناتها مع الحارس مفتوحه مفتوحه وقتها فيها اي وقتها فيها ايامات مختار دويب بسرعه معناتها عجيبه وهزيت الكره اسكنت الشباك وكان الهدف الثالث ولا اروع منه والحمد لله لكن ثم حاجه نقول لك نجيب غميض الى يومنا هذا يقول لي لولا انا نجيب غميض اعطيتك الباس ما كنتش انت مختار دريب تسجل الهدف قلت له نقول له عاد اقول له قل له لو كان مش مختار دريب جاء 180 كيلو متر في الساعه واسكن الشباك ما يجمش يعمل اي لاعب الا مختار دريب ما شاء الله ما شاء الله خويا شريف الحمد لله الله يبارك لك يا خويا الله ينفعك بالصحه وان شاء الله بارك الله فيك ان شاء الله ريتنا هو الدار يديروا حتم على الاقل حاجه باهيه على الاقل نمشي الدور الثاني ان شاء الله. يعيشك شوف شيخ. بارك الله فيك ربي يفضلك. خويا شريف احنا سعداء ونشكرك على المداخله هذيا وحيينا كل مستمعينا في بن قبيل. خليفه قريب من قبيل. سي خليفه مرحبا بك وان شاء الله تكون لنا مداخله اخرى يعطيك الصحه سي خليفه. سي مختار احنا نكملوا بعجاله عنا برشا زاد تحيه سيد المستمعين هذايا صديقنا بلومي الخليفي من سوسه يقول موافقين بالنسبه لخونا طاهر بن جوده يقول يا سي ابراهيم مش انا باش تحكي عليه مختار يقول تاريخه يحكي عليه. يقول لاعب مدافع كبير ساهم في الامجاد لتونس ولنادي صفاقس خاصه صراحه اخلاق وتربيه ورحابه صدر وقلب كبير وحب الخير للجميع ديما الضحك على وجهه الحسه هذه تكون خاصه في مع ضيف استثنائي كذلك صديقنا الليبي الاخوه الليبيين تبعوا فينا نحيوهم من خلال صديقنا المهدي محمد يقول اوه هذا لقاء احد نجوم المنتخب التونسي كاس العالم يقول شاء القدر التقيت مع هذا اللاعب في صفاقس 2003 حديث كان حديث رياضي ممتع معه انسان متواضع بشوش ومرح اتمنى له الصحه والعافيه وطول العمر خويا مختار هذا تحيه لخونا المهدي كذلك صديقنا هاني طارق تعرف شو يقول مختار يقول جو سوي ني لو ميم جور كو لوي لو 23 مارس هكا ولا 23 مارس نحيوه خونا هاني طارق خونا جمال مقد ايوا جمال مقدد يقول بالتوفيق والنجاح مدافع ممتاز جدا من احسن ما انجبت كره قدم في تونس يقول نحب نساله على حاجه على حاجه كان ينجم يفيدنا بها علاش ما لعبش صادق ساسي في الارجنتين يظهر لي برشا حكينا فيها برشا خلينا ناخذ شويه تفاعلات البلاقي جلال يقول كالعاده استضافات على مستوى عالي وفي الحجم الثقيل المختار ذويب لعب اخلاق وخلق يقول كرويه واخلاقيه للامانه برافو برهوم يقول يبعث لك تحيه كذلك ليبي الرياضي كذلك محمد عثمان شاكه يقول احد النجوم اللي ساهمت في ترشح تونس لكأس العالم ولشرف تونس والعرب في الأرجنتين سجل أحد الأهداف
أهداف تونس في مرمى المكسيك المنتهية لصالح تونس 3-1. صديقنا المحجوب من العاصمة يقول أن كوكتيل دو كالم دو ساجيس انفلوبي دون ان كونتينيال سورير كو دو ريسيت إن شاء الله. خالد اليعقوبي من تونس يعقوب يقول بالتوفيق إن شاء الله نحيوه. تحية كذلك صديقنا مجاهد المستقبل مرسى محمد القسري. شهام الشاوش من سوسة يقول إن شاء الله موفق وإبراهيم سهرة ممتعة مع لاعب مميز فنيا وأخلاقيا من جيل السبعينيات من أبطال ملحمة الأرجنتين. خالد شكلي ومن جابس يقول لاعب كامل مع الأخلاق الفاضلة اللاعب السابق لجمعية جربة الملعب التونسي. كذلك لأمل جربة محسن عروة يقول استضافات على مستوى عالي. نجم نقول حافظ يعقوب صديقنا من اسكتلندا يقول من خيرة ما أنجبت الكرة التونسية في ذلك المركز المدافع المهاجم من بين الذكريات الجميلة التوزيع المليمترية للقناص المرحوم عقيد ضد مصر والهدف الشهير ضد المكسيك في مونديال 78 بعد التمرير الذكية من متوسط الميدان نجيب غمير. هذا علاوة على أخلاقه العالية. عبد الباسط حميدان كذلك من ليبيا رياضي يقول بالتوفيق. مختار دويب نجم تلألأ في سماء الكرة التونسية والإفريقية يستحق التقدير والاحترام والثناء لما قدمه لكرة التونسية. صديقنا الأرشيف منير ربيحة بن ربيحة يقول ونحن على أبواب المشاركة السادسة للمنتخب في كأس العالم اختيار صائب لرمز من رموز الكرة القدم التونسية أحد أبطال ملحمة الأرجنتين واحد من المساهمين في أول انتصار عربي إفريقي في كأس العالم بسجيله الهدف الثالث في شباك المكسيك. مختار ذويب المدافع الأنيق صاحب الأخلاق العالية خريج مدرسة سياسة العريقة يوجه لك تحية. اللاعب السابق لليسام المستير كمال الحداد نحيوه يقول اختيار صائب في التوقيت. سي ابراهيم اعمل له محاصره قويه في الاسئله على قائمه المنتخب والناخب. هاي خاصي مختار هذه عديد الاسئله. نادر سعد يقول وقتاش باش تجيب الامبراطور عطوقة يا برهوم؟ هو في الحقيقه قلت اليوم عيد ميلاد واحنا نحيوه اخونا صادق ساسي. بالنسبه لجمال العربي من تونس يقول برهوم صفات متميزه واختيار صائب في هذا التوقيت ونحن على أبواب كأس العالم. يقول هو رمز من رموز كرة قدم التونسية وأحد أبطال ملحمة الأرجنتين بالتوفيق والنجاح. صديقنا الإعلامي محسن الزريبي يقول بالتوفيق إن شاء الله. توفيق جوشة صديقنا يقول رأيك في المستوى المتردي اللي أصبح عليه النادي الإفريقي والنادي الصفاقسي وما هي الحلول التي تراها للخروج من أزمتها؟ نحيي صديقنا اللاعب السابق للمنتخب والشيبينو في الباسكت بشير القرماسي يقول لان دي بلو غران فوتبالير دو ليكيب 78. كمال الخميري اللاعب السابق للملعب التونسي المنتخب يقول اللاعب القدير والأخ المتميز في الدعم للاعبين ربي يحفظه. وأخونا منير بن سليمان يقول بالنجاح والتوفيق. ونكمل مع الزوز الكومنتريت هذوما. كمال الخميري يقول موفقين وصديقنا كارتوليس يقول برافو سي إبراهيم. هذه حوصلة لكل المداخلات أخويا مختار. هات نزل بشوية نعطيك ما تعلق باختصار في كلمتين أشكول على المداخلات. والله قد ما أقول لك تحية شكر تحضير الشخص المفضل والبرنامج القيم هذه اللي الحمد لله معناتها نقوله ثم ناس ما نساوناش الناس اللي قدمت الكرة التونسية واللي قدمت واحد ما شاء الله برنامجك هذه القيم نحب نحييك شخصيا مشكور بارك الله فيك. العفو خويا مختار تستاهل كل خير وهذا دورنا كإعلاميين. نرجع 73-74 بطولة سي اس اس كاتريام عندكم 58 نقطة قرا لطوال بالتروازيام 59 نقطة الثاني لسبيرونس ب 60 والأولى البطل الكلوب عملتوا 13 انتصار 6 تعادلات 7 هزائم الهجوم 32 والدفاع اللي فيه المايسترو مختار 21 بونت فقط. شكون المدرب نتاعك 73-74؟ بوباديتش لا مش بوباديتش استنى بوبو ما يكونش عمرنا حالي عمرنا حالي عمر الله يرحمه. ولا رئيس الجمعية وقتها والله سي توفيق الزحف الزحف تجي بتكون عمرنا كامل عدينا مع توفيق بالضبط لك علاش وايام الكأس واحد يا احمد المرحوم يا احمد شوردي باهي 74-75 المدرب شكون تاع سي اس اس مختار؟ 74 ظهر لي برانا هكا ما كنجمش يكون رادو جيتش؟ رادو ايوا رادو والرئيس شكون؟ سي
سي توفيق الزحاف في الترجي بطل الموسم 75 وسياسات نقول كلاس سانكيم ب 55 عملتوا 10 انتصارات 9 تعادلات 7 هزائم 31 بونتو وقبلتوا 27 ترتيب الهدافين خلينا نذكر شويه في الجيل هذا نقول زبير بغنيه 42 بونتو تذكر الهداف هذا الترجي نجيب الإمام بعده نجيب الإمام الثاني ب 17 وشقرون الثالث ب 13 والإخويني بأربعة ب 12 الرابع والشمام ب 11 بونتو في المركز الخامس والمركز السادس المرحوم محمدي ب 10 نقاط ثم معاه كذلك ملاعبي بالله خلينا نذكروه هذا من منزل بورقيبة مولدي النفاتي تذكروا مولدي النفاتي هكا اي والله ما نتذكرش الكل انسرتام مولدي النفاتي متكلاسي مع حمادي ب 10 اهداف احسن لاعب الموسم هذاك قد شكونه 75 سنه قداش 74 75 75 روحك التوأم الروحي نتاع مختار الذويب شكون مرحوم حمادي العقربي مرحوم حمادي العقربي الله يرحمه والحذاء الذهبي فاز والحذاء الذهبي بالضبط وبعده نقاو الجندوبي نقاو الجندوبي يا مختار ونقاو بعده القاسمي هذوما نقاوهم في ترتيب الهدافين احسن اللاعبين في الموسم هذاك صحيح نقاو كذلك عبد الرزاق السوداني عنده 43 نقطة والحبيب طرابلسي مجمل ب 41 نقطة لعبتوا مباراة وحيدة في الكأس دور 16 مختار تذكرها دور 16 74 75 مع سي و تي 74 75 ما زلنا وقت اخير هذه اي يعطيك الصحة بالضبط تو الذاكرة تو شفت تقول لي الذاكرة ما شاء الله عليك تو اكبر كلمة تو تجبدني 55 سنة واحد واحد عملت طون ريجلمونتير في الطون ديسيونيل عملت واحد واحد وثلاثة ضربات جزاء مقابل واحد للأولمبي للنقل كأس فلسطين 75 يا مختار اي نعم لعبت تونس نادي الاولمبي النقل ما كان البيت النوار كما نقولوا نتاعنا احنا عديد الفرق معناتها كان النادي الاولمبي النقل كما احنا كنا صعيب معناتها باش ننفصوا عليه بعد باش نحاجة 75 76 سياسات نقاوة سيزيام ب 56 نقطة 9 انتصارات 12 تعادل 5 هزائم 36 بونتو وقبلته 26 بونتو الموسم هذا 75 76 وصلتوا للدور الربع النهائي كان ذكرني مباراة كبيرة برشا فيها الليفر تور مع شكون مختار والله لعبته في الدور الربع النهائي بالضبط بالضبط الجواب صحيح في صفاقس عملته زي الفيرو صفاقس اي وقت اي وفي الرتور في تونس في المنزل اي نعم اي نعم في المنزل لعبته 2-2 وبضربة الجزاء ترشح النادي الافريقي النادي الافريقي صحيح 27 ماي قبلها لعبته مع المتلوي في صفاقس ترشحت ورا بلاش صحيح وفي الدور 16 لعبته مع فريق من عين دراهم من نجم الخميري لعين عين دراهم عين دراهم بالضبط وبصعوبة ترشحنا وقتها لا هذه يمكن في مناسبة أخرى أما في الماتش هذا وقت عاد سياسات ربحته 5 بلاش عين دراهم و 4 بلاش المتلوي في عين دراهم والله ضد الكاف اي اي هذا قلت ثم تقريبا نتائج اخرين تو يجيونا الموسم هذا سبتمبر 75 يذكرك بحدث في صفاقس على المستوى الكروي شنو هو مختار؟ والله 75 تعشيب ملعب الطيب المهيري يكون زعما اي اي صحيح تعشيب الطيب المهيري ما شاء الله معناتها تاريخ والله تاريخ الملك نمشي مع هذا الفاصل نسرين تقعد معنا مختار نمشي مع هذا الفاصل الشريف ثم نعود ابن تونس الخضراء اسبوغ عطاني وفرحني برشا واليوم فرحتي زادت كبرت انا اخترت باش نرضع بنتي 6 شهور لولانين وازيد ما فماش حاجة خير وانفع لبنتي من حليبي حتى كان مش ديما ساهل هي اغلى حاجة في حياتي وتستاهل حليبة غريبي مواصلين معكم مشوار عزيز المستمعين على موجة سفان في سهرة الليلة حضرة النجم السابق المنتخب السياسي المختار دويب مختار التعشيب كان في سبتمبر 75 ولعبت منتخب صفاقس مع فريق من فرنسا نيس هكا ولا؟ اي نعم نيس اي نعم اي صحيح 3-3 النتيجة صحيح شكون اعطاكم اشارة الانطلاق؟
الله يقيل المرحوم الفنان الجاموسي هكا. يعطيك الصحيحة. شوف كيفاش معناها معناها خمسة خمسة. حيت لي الذاكرة بتاعي والله شرط الذاكرة بتاعي. أيوا نذكر بالنسبة للمدرب وقت شكون تاع سي اس اس؟ والله نسيت. الحبيب الجربي؟ الحبيب الجربي منجي دلهم هكا. الحبيب الجربي وانا جاي نتوقدي باش نقلب المنجي دلهم. عندكم الحبيب الجربي والرئيس شكون سي اس اس وقتها بعد توفيق الزحاف؟ سي محمد المزغني. اي ايه سي محمد المزغني صحيح. ايه تاريخ. ها؟ ما شاء الله هذا تاريخ كبير حسن. أكيد. المجموعة اللي لعبت المنتخب صفاقس نلقاو عبد الواحد وذويب ولوز وشقرون والعقربي وعقيد والخويني قلت الخويني الخوفي وبوصرصار. الأربيتراج وقتها كان توفيق غيازة والحبيب العكروت. غيازة الله يرحمه. صحيح صحيح. بس الحبيب العكروت مازال ربي يشدوه بالصحة والعافية. ربي إن شاء الله يكون في الاستماع نحيو. 76 77 مختار موسم تتويج الشبيبة القيروانية الفريق العريق إن شاء الله يرجع لصولاته وجولاته. السي اس اس نلقاوها تروازيام من السيزيام طلعتوا تروازيام هكا ولا؟ أحسن خط صحيح. أحسن خط هجوم عامتها ناركين 42 بونت وقابلين 33. صحيح. صحيح. في ترتيب الهدافين نلقاو منصف ويدا هو الهداف واحسن اللاعبين زعما نلقاو شي بعض الاسماء قول لي تراه نجمش طلع مشكون انا احسن لاعب وقتها محسن الجندوبي بعد علي الكعبي بعد عطوقة والمركز الرابع عندي اسم نجمش تطلعوا لي عندي لاعبيدي وتميم وفتحي الجامي شكون الرابع معاهم في احسن اللاعبين هو نجم سهرتنا الليله هو مختار الدبيب. هو مختار الدبيب في المركز الرابع بالضبط. الله يفضلك عايش. يا الله يخليك. والله الحمد لله مسيرة حافلة الحمد لله الواحد راضي عليها. الحمد لله. وتاريخ يعيد نفسه معناتها شوف ما شاء الله قداش من سنة توا عبارة توا لعبة كنا نلعبوا. بالضبط. لكن الحمد لله. في الكأس ثم لعبت ثم طرح كبير مشتاق كأس في البطولة أما خلي نسلك عليه هذايا في تونس ربحت والإسبرانس 4-1 تذكر طرح هذا؟ أي 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 باش كنا منازمين 1-0 وقت الزبير بغنية واللي سجل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة يعني صح أيوا على الأول بكرة فيها أي وقتها كان يحاصر المرحوم ياس بن صالح الله يرحمه أيوا هكا سجل الهدف زبير بغنية ومن بعد سجلنا الاول والثاني والثالث والرابع العقربي ضربة جزاء هكا هاي نعم العقربي ضربة جزاء وبعد الدربال 28 دقيقة وبعد وعقيد 81 وعقيد 87 اي نعم هذه ما ننساش بكل المقابلة هذه ما تنساش تقديمها في الذاكرة والحكم وقتها كنا منهزمين واحنا نذكروا في اللاعبين والمدربين كذلك والرؤساء نذكر كذلك الحكام حكام حافظ حاج حميده وقتها زفر ايه حافظ الحاج حميده صحيح 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 اي لعبتوا في الكاس 76 77 شو ذكرك الكاس الموسم هذاك؟ موسم معناتها مقابله المرسى نهائي هكا نهائي ايوه نهائي معناتها كانت اخر مقابله هذيك كانت عندنا فزنا على الفرق الكبرى الكل فريق الترجي وباهي وجينا ضد المرسى كانت معناتها مقابله أسوأ ما لعبنا في حياتنا هي الفينال تاع المرسى. كان نهزمنا معناتها الله غالبك. قداش النتيجه النهائيه للتاريخ فقط؟ 3-1 هكا ماهو. النهائي 3-0 مقابل 1. نقاط 3-0 عن الهدف الاهداف عن بن دادي دقيقه 48 بن شعبان دقيقه 76 والمرحوم دياس بن صالح دقيقه 89 كونتر سانكو ضد عبد الواحد وقتها النصف النهائي قبل النهائي لعبتوا مع شكون؟ طرح كبير زاد عادي تو في صفاقس ترشحتوا على شكون؟ قلتها قبيله قلت لي ترشحتوا على كلوب على فريقي من بلاش دربيل وعقيد دربيل وعقيد صحيح الربع النهائي سنه 77 اي الربع النهائي من الكلوب فريق اخر من العاصمه مع ستاد تونيزيا مع الملعب التونسي صحيح ثلاثه بلاش ترشحتوا ما شاء الله اي اقبلها اقبلها طرح كبير مع الاسبيرانس صحيح ترشحتوا واحد بلاش
واحد بلاش وقتها. اي نعم. وقبلها دور 16 مع السياسه مع الجندوبه في صفاقس ترشحتوا 3 بلاش. اي نعم. هاو نذكر بالتشكيل لعبه الفينال سياسيس عبد الواحد الياس بن صالح حافظ بن صالح ذويب في الوسط نلقاو عبد المولى سلاح العيادي عبد الرزاق السوداني حمدي وفي الهجوم نلقاو عقيد وعادل الوذرفي وحبيب الطرابلسي. الله يكرمك ما شاء الله ما شاء الله عليك. اي سي مختار كي نجموا نذكروا 12 ديسمبر 76 تونس وليبيا ذكرك المباراة هذه؟ والله في تونس وليبيا هذه مقابلة في المنزة عام 76 اي مقابلة في المنزة وهذه كنت وصلت انا معناتها ما وصلتش ما لعبتش 90 دقيقة اي كانت إصابة وعلى اثرها معناتها خلصت المباراة وقتها خفنا برشا على مختار خفنا برشا على مختار نهارتها قعد قداش غايب ما شاء الله ما شاء الله قداش قعد غايب يا مختار اي سنه كامله صحيح نتذكر وكنا خايفين وقتها لما ما تلعبش ماتش تونس والمغرب صحيح لكن كملت لعبت الماتش تونس والمغرب 1-1 في لابجيكو وقتها للي والرتور في تونس وقتها اي نعم يا مختار احنا راني قاعد نختزل في الاحداث وفي التواريخ واكيد راهو عديد السادة المستمعين عندهم برشا ذكريات مع مختار تعرف العام الفينال لعبتوه مع المرسى كنتوا باش تلعبوا ديربي صفاقسي بنكهة الكأس شكون الفريق من صفاقس تلعب حتى لنصف النهائي وخرج عامتها الرلوي خرجت مع المرسى خسرت مع المرسى في الدومي فينال. وقتها فريق كبير ياسر شيكاك مختار معناتها فريق حقيقة في عديد اللاعبين وفريق معناتها الدوبي مختار كانت أحسن مقابلات بيننا وبين أيوة نمشيو لل 77 78 الموسم ما يتنساش شكون بطل الموسم سي مختار؟ 77 78 انتو كنت شو ايوه اش كنت سيزيام وثلاثة تروازيام والعام اللي بعد ونلقاو قلنا على الفيديو عزينا البطولة ايوه عملتوا كيفاش عزيناها وقتها ايوه النادي اللي في الاخير وخذ مقابلة ايوه عملتوا 17 انتصار سلمنا رمز البطولة سلمنا رمز البطولة وقتها في الشيخ نعم عملتوا 17 انتصار وسبع تعادلات وزوز هزائم منهم هزيمه لوجت على الهزائم لقيتكم هزيمه واحده خسرتوا مع بنزرت في بنزرت 1-0 صحيح ولغابت عليه الهزيمه الاخرى ما نعرفش عاد ما لقيتش احسن خط دفاع سي مختار قبلته 12 هدف وثاني خط هجوم مسجلين 41 بعد الاطوال ماركيا 44 بونتو احسن ترتيب احسن لاعبين نعطيك الاسماء تنجمش تطلع لي احسن لاعب وقتها روف بن عزيزه بعده الجندوبي بعده محمد علي موسى بعده خميس العبيدي بعده في المركز الخامسه عندي ثلاثه طلع لي واحد من ثلاثة ذوما البراتلي والجمالي وشكون معاهم؟ مختار دي طيب الشباب ولا شي وحدة طبعا لا يكون كان مختار وتعرفوا ايش بعدكم شكون بعد الاسامي بعد بن عزيز وجندوبي وموسى والعبيدي البراتلي والسيابي والجمالي والغريب نلقاو المايسترو طارق الامبراطور طارق غياب جي في المركز السادس صحيح سي مختار شكون المدرب عام 78 عام البطولة؟ عام 78 البطولة وقتها بوبوف الجواب ميلان بوبوف والرئيس توفيق الزحاف بالضبط هاو باش من خلالك انت نذكروا بالنسبه لخيانا الجيل اللي خلطت على هذايا والجيل اللي يسمع فينا توا البورتري نتاع الابطال 78 نادي الرياضي الصفاقسي حارس عبد الواحد بن عبد الله لعب 25 مباراه تونس في قريش عوضوا في زوز مباريات في الدفاع نلقى مختار دويب لعب 25 مباراه لحبيب المذيوب 24 مباراه الياس بن صالح 24 صلاح الدين العيدي 20 مباراه لحبيب الطرابلسي 18 مباراه الوسط حافظ بن صالح 24 مباراه
المباراة، عبد الرزاق السوداني 23، موجي عبد المولى 20، حمادي 14، عبد الوهاب بن غازي 8 مباراة، وقواعة عندكم قواعة لعب مباراة وحيدة، الهجوم عبد القادر بربال 25 مباراة، عقيد 23، فرج بن جدي 25، عادل وذفي 13، سمير العذار 11، اسكندر بقلوتي 9، زين طرابلسي 1، ومباراة وحيدة كذلك لبدر الدين الهنشيري. أحسن الأهداف عن العقيد مارك 11 بونتو. هذه عقيد كان هو الهدف الاخير بالضبط. عندكم كذلك مشاركات برشا في 78 حكينا فيها تقريبا برشا على المنتخب الوطني، اما باش نبدل معاك الارقام وباش تولي الارقام تعطيني انت، ما عادش نعطيك انا مختار الارقام خاطر تو صعبت عليه اللعبه. باش نعطيك الاسامي نتاع المنتخب الارجنتيني وتقول لي كل لاعب شنو الرقم اللي حمله. عطوك شنو الرقم قداش؟ صيف رقم واحد رقم واحد هو حارس مرمى باهي. رقم اثنين المختار. رقم ثلاثة تعبي. رقم أربعة الجاسمي ولا الجندوبي؟ الجاسمي. رقم خمسة الجاسمي الجندوبي لا رقم خمسة الجندوبي. رقم ستة غميد. رقم سبعة تميم الحجاني. ثمانية محمد العاقل. تسعة محمد علي عفيف. عشرة طارق الجيز بن عزيزة. 11 العبيدي. العبيدي مناش 12 ليمان. ليمان 13 سلاح القروي. 14 موسى. موسى 15 الشهابي. عثمان 16 رضا اللوز. 17 كمال الشبلي. 18 مختار حسني. 19 عمر الجبالي. 20 لمين بن عزيزة. 21 ومختار النيلي. 22 هو على ذكر بين قوسين نحيي عمر جبالي في سهره من السهرات، قلت له عمر باش تعطيني الارقام هذوما، قال لي ساهر ياسر عمر جبالي 20، قلت له كيفاش؟ قال لي ماني خليت على النمر نتاع الكارن طالع 20 الفان تهز للمرسى. باهي سي مختار، احنا حكينا شويه لعبنا في غانا كاس افريقيا ولعبنا في المونديال 78 79 وين مشي يا مختار؟ بعد الأرجنتين. أي. نادي النصر السعودي. نادي النصر السعودي. شكون لعب معك وقتها؟ هجرة كبيرة برشا من لاعبية توانسة. أحمد العكري. في الفريق النصر الرياضي. غميد غميد من لعب؟ والله غميد ما نعرفش. غميد طارق وين لعب؟ في السعودية. اي باش نذكر الاسامي. السعودية. اي عندنا طارق الجندوبي يلعبوا في الاهلي. مختار طارق الجندوبي يلعبوا في الاهلي. اهلي ولا ايوه. غميد وتميم لعبوا في اتحاد جدة. اتحاد جدة ولا. العقيد في الرياض. في الرياض. لعبتي عند المحلي العبيدي الوحدة في مكة. ايه. الكعبي وليبان في الهلال. في الهلال يعطيك الصحة. الموسم هذاك هزيتوا البطولة يظهر لي سي مختار. اي ونعطيك بعض الارقام. بارك الله معناتها احنا وقتها ما كانش الاحتراف واحد، لكن بعد 78 ما شاء الله الكل من كل حاجة تحت وقتها باش تفرد شوية الامور تاع الموسم هذاك سي مختار هزيتوا البطولة السعودية، النصر في المركز الأول ذبيب وبن عزيزة والعقربي، المركز الثاني الهلال ولكن فيهم الكعبي والإمام، اتحاد جدة والأهلي السعودي، الاتحاد غميد وتميم، وبعدكم الأهلي طارق والجندوبي. نلقاو النادي الوحدة جاء في المركز التاسع فيه العبيدي وشقرون. هذا بالنسبة الهداف البطولة في السعودية الوقت هذاك شكون؟ ماجد عبد الله. ماجد عبد الله بالضبط يعطيك الصحة. صحيح معنا في نادي النصر أكيد. 79 80 وين نلقاو المخ؟
في النادي الشيخ في الحذاء الذهبي. كيفاش حكيته هذايا؟ تو سبقتني تو السؤال كنت باش نعمل عليه باش نسجل به نقاط تو مختار. الحذاء الذهبي خذ التألق نتاعك هذا معناها من 77 78 79 80، شكون مدرب عام 79 80 سي اس اس؟ 79 80 والله قداش كثرت عليه المدربين ما عرفتش. كي نقولوا صفاقس دلهوم. اي سي المنجي دلهوم هيك اي خونا سيدنا الكبير هو المنجي دلهوم. ايوا نحيوه خويا منجي كان معنا في سهره من سهرات ذكرنا على الجيل نتاعو مختار ذكرناه وكلمناه. تاريخ 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 سي منجي. الموسم هذايا نقاو التشكيله بعض نذكروا بعض الاسماء مختار من السي اس اس عن قريش والنجمي في حراس المرمى حافظ والياس بن صالح ذويب وبنكازي عبد المولى وكمون عن السوداني عن لطفي طرابلسي وحافظ العيادي عن الدربال والنجمي وعن العقربي ووالي. صحيح التشكيله هذه تعرف علاش انا ذكرتها لك؟ هذه لعبت مباراه وديه مع لوزان. لوزان هكا ماهو اي سويسري وقتها صحيح وربحت وقتها 3-2 العقربي وعباس عباس وبنغازي. اي نعم صحيح ده تاريخ. أكيد سي مختار تألق المخ في الموسم هذا نقاو أحسن لاعب الحذاء الذهبي وراك حمادي وبعده عام 75 قلت عام 75 حمادي كان الحذاء الذهبي 76 العبيدي 77 الجندوبي 78 بن عزيزة 79 البياري 80 مختار الذويب و81 خالد بن يحيى. هذه فرصة باش نذكروا اللي ما قبل وما بعد المختار. ما شاء الله ما شاء الله. ايه مختار اخر مسيرتك مع المنتخب الوطني وقتاش؟ والله ما قلت لك كانت هذيك النهاية نتاعي معناتها ممكن 81 نجم تقول. إذا النهاية مع المنتخب كانت ب 80 في الموسم 80 هذاك 79 80 وقتها آخر مباراة عن انسحاب تونس من تصفية المونديال ضد نيجيريا. كان مدرب حميد الذيب هكا ولا؟ حميد الذيب الله يرحمه صحيح. والانسحاب مختار هذا حسب ما عندي تتذكر يمكن شويه الساده المستمعين للجيل هذا وانت تتذكر وقتها اللي يلاحظوا والكريتيك الكل توجهت له لحميد الذيب يقولوا انه كان يعتمد على حمادي ويعتمد برشا على اللاعبين الارجنتين قال لك ماهوش ما كونناش الشبان بعد 78 حبوا يعتمدوا على الشبان فبدات الاستغناء على بعض الاسماء الكبيره نلقاو كمال وذويب والكعبي في الموسم هذا تقريبا اخر موسم ليكم مع المنتخب الوطني. صحيح صحيح يكمل مختار ما يعلقش الصبات في المنتخب ويكملوا مع السي اس اس وقتاش اخر موسم ليك؟ والله كمل تو وصلنا له 80 81 اي 81 اي 80 81 شكون البطل الموسم هذاك مختار؟ بطولة 81 انت خرجت اون بوتي يا خويا راك دخلت اون بوتي وخملت اون بوتي راك وقتها احنا فزنا بالبطولة. تعرف قديش فارق زوز نقاط على الكلوب انتم 65 وهم 63 النادي الفريقي النادي الفريقي وقتها صحيح بالضبط ومنافسكم الكونكيرون مباشر في سي اس اس في صفاقس ربحتوها 2-1 وفي الرتور حبوا يفديوا الثار هما حتى كي ما هزوش البطولة ربحوكم 5-2 هكا ولا؟ صحيح 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 في البطولة هذيك عملتوا 16 انتصار 7 تعادلات 3 هزائم الخط الثاني خط دفاع ب 19 الكلوب قبلوا 14 وفي الهجوم سجلتوا 33 نجم نقولوا المدرب اخر موسم معك شكون كان؟ والله المدرب الالماني فايفر 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 ورئيس فايفر. ورئيس الجمعية شكون؟ عبد العزيز بن عبد الله. بن عبد الله سي عبد العزيز بن عبد الله صحيح. حيوه ما شاء الله اجيال حيوه اكيد ما شاء الله. الاجواء عندكم الدربي يا خويا مختار الدربي وقتها سي اس اس ولوسيكا كانت يقولوا تجيب بالطبان نتاع قرقنا. اي قرقنا اي جو عالمي جو اخوي والمحيط كان عنده فريق زاد ممتاز راه
أكيد. كان في سياحة النادي الشيخسي ومحيط قرقنة والملعب الشيخسي وسكة الحديد الشيخسي، كانوا أربع أندية في الشيخ. معناها أربعة البطولة نجم نقولوا. نعم بالضبط. أيه مختار، احنا توصلنا تقريبا لنهاية حصتنا اليوم، واحنا خديناها بالتوقيت مع وصلنا كذلك لختام مسيرة نجم سهرتنا الليلة مختار ذويب 81 و82. يخلي يكمل مختار الموسم مع سي اس اس في المركز الخامس، يخلي يتهنى عليه في المركز الخامس. وفي كأس تونس خرجت مبكرا ضد فريق مجرين الرياضية، تذكر المتماش هذا؟ صحيح والله نسيت لمحالة. في مجرين بالذات بالضبط في مجرين خرجت 0-0 الوقت القانوني والإضافي، ضربة جزاء 3-1. أوكي. انسحاب السياسات يقابلوا كذلك ويتماشى معهم باراليل مع نهاية مسيرة نجم سهرتنا مختار ذويب آخر موسم ديك بين 81 و 82. وإحنا توصلنا أخي مختار إلى نهاية حصتنا اليوم، نخليك في دقيقتين كلمة الختام لكل من يعرف مختار ذويب، يحب مختار ذويب، ولا ما يعرفش عليه الليلة أو من خلال حصتنا أتعرف على مختار، نقولك نخليك كلمة الختام مخ. تحية رياضية لكافة المستمعين الأجلاء، تحية رياضية لشخصك المفضل على البرنامج القيم هذا اللي تحي فيه ذاكرة قدماء اللاعبين. إن شاء الله بالتوفيق لفريقنا القومي التونسي، وإن شاء الله تونس ديما فيه ما دام عندنا معناتها، ونتمنى لها رياضتنا التقدم والتألق إن شاء الله في كأس العالم هذايا في قطر. أو باش ما ننساش التحية هذه سجلتها سي مختار من صديقنا الشادلي بالفالح، إن شاء الله كنت أتذكر الاسم هذا، يقول من خيرة، يقول من خيرة ما أنجبت كرة القدم التونسية، يقول سي مختار راجل طيب، كل جنازة رياضي في تونس إلا ونقابله ما يتخلفش على الواجب، يقول ربي يحفظه. كانت الجامعة القديمة في نهج لينين، كنت نقابله صاحبة اللوز المرحوم حماد، يقول من أعز الناس ورجل طيب، ربي يطول في عمره بالخير، ونحن على الأمنيات هذه الحلوة برشا، نتمناو الصحة والعمر طويل صديقنا مختار. شكرا لك على اللي تقوم فيه، تقوم به كل للرياضيين، نعرفوا هذا واجب لكن زاد واحد من اللي ينحي من روحه. شكرا لك خويا مختار على هذه المصافحة، والصدر الرحب اللي قبلت السهرة هذه نخليها كلمة الختام. إذا نقول لك شكرا لك وتحية لكل الأبناء السياسيين اللي حملوا الراية السوداء والبيضاء وكذلك منتخبنا الوطني. راهم أعطوني برشا أسئلة، قالوا لي مختار باش يحكينا على تشكيلة المنتخب وعلى اللاعبين وعلى المدرب، يحب لي ثلاثة حصص معك مختار. بارك الله فيك يا خويا، تحية كاملة لكافة المستمعين، وتحية شكر لشخصك المفضل في باين. يعيشك سيدي، هكا نكون كملنا أعزائي المستمعين سهرتنا الليلة، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير. حديث النجوم. اشهد له يا بيليه، اكد له يا مارادونا، تحدث عنه يا كرويف، اجبره على اعتراف يا بلاتيني، أليس هو الأفضل، أليس هو الأروع، أليس هو رجل التاريخ. حكايات، ذكريات وأحلى اللحظات مع ألمع النجوم في كل الرياضات. حديث النجوم مع إبراهيم.